كل عام انتم بخير، عيدكم مبارك وعساكم من العايدين والفايزين. نقول حج مبرور وذم مغفور لكل الحجاج، ونقول الله يعطيكم العافية وعساكم من العايدين والفايزين، ونقول كل عام انتم بخير لأبونا أمير الإنسانية حضرة صاحب السمو سيدي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. كل عام انتم بخير، كل عام انتم بخير وين ما تشوفون كويت بلس وتلفزيون دولة الكويت، سواء داخل الكويت او خارج الكويت او عن طريق شبكات برامج التواصل. وكل عام انتم بخير هبة. كل عام انت بخير يا اخوي فيصل، وعيدك مبارك. امسي على الساده المشاهدين، اكيد ونقول عيدكم مبارك، ونقول للحجاج اكيد يا رب حج مغفور باذن الله وعوده سليمه لهذا الوطن. بالبدايه قبل ان نتكلم عن الضيوف ابي اتكلم معك عن العيد وذكرياته. شوفي كم عيد يا حصلت؟ لا ما حصل انا الحين، بس انا في شغله انا يعني الصراحه استغربت اليوم. نعم. يعني اول كنا نروح نوقف بالدور وندري ان العيد الاضحى وهو يعني ما في عيادي، صحيح نسميه عيد اللحمه، اخواننا المصريين يسمونه عيد اللحمه، صحيح عرفت شلون؟ فاحنا كل ما رحنا قبل قال لا اليوم ذابح انا ما اعطيك عيديه. بس في شيء غريب، هذا جيلك لينكات يدزون روابط دز لي العيديه، زين تعال سلم علي. هذا الحين المتداول احنا نسميه عصر السوشيال ميديا يا فيصل، اصبحت حتى العيديه يعني احنا نسميه العادات والتقاليد، نحن نصف طابور نسلم على بابا عود وماما عوده والزبارات ونبتدي ناخذ العيديه. يمكن جيلي كنا نسمي الخمس دنانير هذه عباره عن اكبر مبلغ احنا نحصله، بس ما ادري عاد عن عيدك يمكن جيلكم ربع دينار هذا مبلغ لا كبير. لا 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 كانوا يعطون كان نوط الخضر هذاك الاولي يذكره، شوفي المصور قاعد مصورنا نوجه لك تحيه اكيد. العشر دنانير كانت هذه طبعا اللي يعطيك اياها هو يصير العشق، وهو الحبيب وهو اول واحد تتم الزواره عنده، علشان اذا وصلنا الحصيله فوق ال 90 دينار هذه او 80 دينار بالحصاله؟ لا لا ما في حصاله، تنصرف الثلاث اشهر بالعطله ونشتري فيها والله كل شيء، فيها خير وبركه. نعم. يعني شيء طيب، ولكن الحين الناس برامج التواصل حلوه قربت الناس ولكن بنفس الوقت بعدتهم. صحيح. يعني هذه الحركه لما الواحد يدز الرابط وبس انه هو سلم عليك عن طريق الواتساب او عن نعم. طريق اي برنامج ثاني وناطر العيديه على غشمره او مزحه كذي ويدز الرابط، انا ابي اشوفك، انا ابي قعدتي معك، ابي السالفه تقول لي اياها، شنو صار في حياتك، وين وصلت، درست، كملت. احنا فيصل نقول وسائل التواصل الاجتماعي بالنهايه لها مميزات ولكن مساوئها اصبحت اكثر، يعني اليوم هذه البرامج اصبحت تبعدنا عن الجمعات، اصبحت تبعدنا عن احنا نشوف اهلنا واحبابنا ولا حتى نعايدهم. فانا ضد ان ادز عيدي لينك عايد في حق احد، ابي لينك حق لا حد. ما دزيت. احنا فرصه نبي ننتهزها هبه، ونقول حق نعم. كل اخواننا وخواتنا العاملين من اجل راحه المواطنين والمقيمين في كل قطاعات الحكوميه في كل الشركات. نعم. اخواننا في وزاره الاعلام امانه يعني انت تتكلمين عن اكثر من 2000 شخص مداومين. صحيح. واول يوم العيد تاركين اهلهم، تاركين اوقاتهم الطيبه وعطلتهم من اجل ان يقدمون الراحه للمواطنين، اخواننا العسكريين. نعم. داخليه العموم بشكل العموم. عام. نعم. وفي اخواننا يعني واخواتنا اللي على الاسره البيضاء نتمنى لهم الشفاء العاجل ان شاء الله يا رب، وان شاء الله نشوفكم بين احبابكم تعايدون وايامكم كلها ايام سعيده وحلوه يا رب. بس بسالك سؤال، تفضل. تهجين الحين ال 20 دينار اللي اعطوك اياها او الخمسه اللي قلتي عنها تسوي شيء الحين؟ اي لا ما تسوي شيء كلش، لانه يا دوب مطاعم وطلعات وروحات وردات. لا ما تسوي، ما تكفي الحين. لا الحين اذا العيديه من 20 وطالع. احنا اليوم عندنا ضيوف ثلاثه، ضيوف متميزين امانه. نعم. احنا ما نحسبهم ضيوف، احنا نحسبهم صحيح. اخواننا وافتخرنا فيهم ولازلنا نفتخر فيهم، ولهم نعم. بصمه في سماء الكويت ورفعوا علم الكويت في محافل كثيره. نعم. من الجيل القديم ومن الجيل الحالي. وين بنروح اول شيء قبل ان نحضر مع ضيوفنا فيصل؟ طالعين الحين انا معك والساده المشاهدين الى تقرير او نسميه فقره المباركيه زمن جميل. يا سلام. نروح فيه انا معك والساده المشاهدين. تم، نروح وياكم ونرجع مره ثانيه نكمل مع ضيوفنا.
والله يتغير كثير. بالنسبة للعيد الأول يعني كطفولتنا ما أدري، أنا أشوف أنها مع أنها بسيط. حاليا الحين أحس الأطفال ما ملاهي الحياة، أو بلا صح التكنولوجيا الجديدة وهذه لهتهم عن الألعاب القديمة. تغير كل شيء. أنا أشوف أن حتى أطفال الحين بالعيد ما هم ذيك الفرحة اللي كنا نفرح إحنا عليها. الأجواء حلوة، دام الأعياد كلها حلوة، بس العيد رمضان أقوى من عيد الحج، لأن الناس كلهم موجودين في الكويت، عرفت شلون؟ الشعب كله موجود، من الكويتيين من المقيمين كلهم موجودين. أما أعياد الحج هذه الناس بيسافرون برا، يعني مو موجودين، نص الشعب موجودين عندنا مسافر يبا. والحين خفت السوق وايد عن الأول يبا، والحمد لله رب العالمين. حنا عايشين في البلد الخير، فيها خير وكل شيء الحمد لله رخيص، عايشين بخير ونعمة. والله يحفظ أميرنا وحكومة والشعب بكل شيء إن شاء الله. هو صراحة في فرق، عيد أول الناس تنطره نطره عشان يتجمعون، العوائل تتجمع تقعد مع بعض، يطلعون طبعا غير قبل في أماكن تروح لها بالعيد، بيدين الترفيهية وغير الأماكن عقب ما شولها الناس ما عارفة وين تروح. الحين لا، الحين ناس تنطر العيد عشان تنحاش من الديرة، يروحون يسافرون، يروحون يا شاليهات يا يسافرون. أما قبل لا، يتجمعون كلهم بالبيوت. يعني هذا الفرق، يعني قبل تحس فيها عائلية أكثر، وحدة العائلة يعني ويا بعض أكثر. الحين لا، الواحد فكر بالعيد عشان يسافر بس، صراحة مو نفس قبل، قبل وايد أفضل. طبعا العيد قبل أحسن من الحين، قبل الدوار وكل الألعاب وكله مشي، يعني روح الألعاب ما ألعاب كله مشي وغادي مشي، تلقين المغمرة وال إيه. أما الحين يعني تغير على الألعاب، القربات وما القربات، على كهرباء ما كهرباء، وكله على باليد ودز باليد. ويعني الأعياد أول مع أنها قليلة أفضل. حالياً الحين ما يملعينهم شيء، يعني بدينار ولا بدينارين ما يمشي، 10 ونطالع. والله أن أيام زمان، أيام زمان كنا نعطي ربع دينار للأعياد، الحين لا، 10 و20 و50 و100 تبا. ما يعجبهم، يعني زالت المصاريف. والله أنا كنت بعطيهم على ربع دينار، عرفتي، راضين العالم كله راضي، بس اليوم لا. يعني قبل 100 فلس تتكلم، يعني الحين لا، الحين تعطي 5 دنانير يطالعك مو عاجبه، يبي العشرة والعشرين. قبل احنا يعطونا ربع دينار مستانسين رايحين الفرع نركض، الحين لا، اذا ما تعطي 10 ولا 20 ما يستانس. هذا الفرق بين قبل والحين. لا طبعا طبعا الحين اكثر، قبل لا، قبل حتى خردة يعطون، اما الحين لا، الحين تعطينا دينارين 5 دنانير ما يرضى. فقبل يعني بساطة، يعني إن إذا تعطينا المبلغ ما يرضى. ثانية من برنامج ليالي الكويت وليالي العيد وليالي الجميلة. بصراحة أمانة أنا عندي العيد عيدين، العيد لأن اليوم عيد الأضحى، واليوم العيد لأني بلتقي مع الكابتن جاسم بهمن والكابتن عدنان عبد اللطيف وبرفقة زميلتي هبة. أكيد مساكم الله بالخير وكل عام وانتم بخير، وعساكم العيدين من الفايز. عيدين مبارك إن شاء الله. تبي أعطيك عيدية على الحين ولا على قبل؟
لا الحين قبل دينار و 200 فلس 10-20 دينار الحين 100 دينار لا ويدز لك رابط بعد تدفع بالكينت ويوصلنا بالحساب شلونكم يعطيكم العافية عافيكم وجزاكم الله خير احنا سعداء في وجودكم معانا و نورتونا اكيد امانة يعني احنا ما نبي نعيد السؤال نقول ها قبل احسن ولا الحين العيد هو عيد نعم هي الناس هي يمكن اللي تغير شوية ولا ايش رايك كابتن صح كابتن طبعا العيد هو هو بس انت لما تتذكر نفسك قبل كنت صغير عيدك حلو الحين انت ما تحس فيه وايد لان عندك عيال واحفاد هم قاعد تحسسهم بالعيد هذا واحد قبل العيد كله قله لبه كنا نروح شرق الدوارف يعني كم كانت هيتنا 200 فلس الحين العيديه الياها تعطي 20 مو راضي ما تكفي اقول لك يعني الحين تغير الحين زادت مطالبه ما يفكر يروح دوارف وما دوارف يبي سلمات يبي كذا يبي يشتري سي دي يبي شغلات هذه فعيد يتم وناسك انت بعيالك واحفادك صح نعم وناسك انت لما تشوف العيال مستانسين ما يهمك انت طبعا تغير كل شيء طبعا العيد الاولي عيد احنا نقوله صخه وناسه داخل حلا صار داخل وبرا يعني اول حتى لو عندنا عيد الساعه 7 8 بالبيت موجودين القله اللي بتطفي اي صح اي يعني يتعب الرجال بغي يدسها تعب مبكر سكر مبكر الحين لا الحين الفير هذا فانت تنام تحاتي عيالك واحفادك ان رجعوا وما رجعوا اي صح كابتن جاسم حريص انت على جمعه الاهل معك والله اختي يعني خصوصا في العيد بالعيد انا يعني ما استقبل يعني ما اروح عياتي ولا افتحها لان اكون دائما جاب اهلي لان انا عياتي ساعات تكون من الساعه 5 الفجر افتح الباب للساعه 11 من الساعه 12 ونص الفجر الظهر للساعه 7 فكل وقتي حق الناس قل ما اكون عند اهلي فوقت العيد وقت الراحه بتلمعه لا مجاب الهلي 24 ساعه يعني انا احاول اعطيهم ان كثر ما اكون معاهم سوالفهم كلامهم يعني هذيل بعد خلاص هذا بيتك بناتك زوجتك عيالك احفادك صح فاكون دائما العيد اكون جندي لهم يعني بس كابتن عدنان كان غير لان كيفان كان فيها ساحه كان هني القليلبه تاجير السياكل الخيول عاد سولف لنا انت عاد أول شيء أنا سعيد جدا حقيقة بوجودي معاكم ونقول عيدكم مبارك ونهني الشعب الكويتي أجمع والمسلمين أجمع وطبعا التهنئة الكبيرة لصدر صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين والشعب الكويتي عامة ونقول إن شاء الله يردون حجاجنا يعني بصحة وعافية إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله حجتهم طبعا انت ذكرت كيف انا وادري في قاعد تحرش فيني انا ادري لا بعد وايد بالحلقه بعد اشياء وايده طبعا يعني على السؤال الاول هو بالنسبه حق العيد الاول والان طبعا اختلف اختلاف كبير يعني اختلف ان في السابق كنا ننتظر العيد للعب يعني الوناسه الان ينتظرون العيد العطله لا اكثر ولا اقل الاجازه يعني الاجازه بالضبط ف ما كان عندنا شيء مثل اختلفت الغاية طبعاً اختلفت الغاية اختلفت حتى القيمة يعني العيدية نفسها العيدية كان لها قيمة يعني القرطاس لما تمسك قرطاس غير لما تمسك غير لما تدز لينك انت قلت لي صار اللينك يعني خلصنا من الخردة بعدين قرطاس بعدين حل لينك يعني الله يستر في المستقبل راح ننطر شنو أكثر يعني أمانة يعني الصراحة يعني لو بنتكلم اكثر بس انا بقول للمشاهدين ان الكابتن جاسم والكابتن عدنان يعني ياما خلونا ننجز من مكاننا وننطر المباراه تصير سواء كانت في السله ولا كانت بالغدم يعني الشعور هذا تحس انه كان فعلا هذه عيديه لما انت تنجز شيء حق كابتن مشاهدينك ومتابعينك يعني احنا كجاسم مع ربعنا كنا نخدم يعني الكره الكويتيه ما كنا ملك نروح ذاك الوقت احنا كنا يعني الحمد لله كنا خير سفراء حق دولة الكويت بالرياضة سواء بالمعسكرات والبطولات ولما ان شاء الله ولما احنا من المباريات طلعك بلنتي او هذا يعني في كرات انت الحين طالعها انت على الكبر طالعها تقول شنك انت امس مسويه يعني لان كانت فرحة حق الكويت كلها اساسا مو سواها جاسم سواها الفريق كامل فهذا الشغلات هذه احنا كقدم يعني احنا نقول الحمد لله سوينا اللي الله سبحانه وتعالى رضى فيه وراضينا حكامنا واهل الكويت امهاتنا كل حريم كل لاعبين كنا معنا ان كنا فريق واحد سواء بالمعسكرات بالبطولات يعني يمكن حوالي فوق خمس عندي خمس بطولات تقريبا من كاس العالم من كاس اسيا من فالبطولات هذه انت تتذكرها تقول الحمد لله على كل حال تشوف الجمهور قبل شلون يعني
شو اقول لك؟ الله طبعا الله يرحمه في صاحب مقاله صاحب مقاله يقول محلق ما ادري عاد هو كان يحلق فتحي كميل شيء متعمد شوف ولا كان مقلب لا لا مو مقلب يعني احنا كجاسم عاد ستايلكم قبل كله اي جاكسون كله جاكسون فاحنا كجاسم دائما اني اخذ كل شيء معي عدتي انا كل معسكر كذي حتى وجباتي معي ساعات حتى اطبخ حق اللاعبين اذا كان مثل معسكر شغلتين فاطبخ مقصاتي معاي شغلاتي معاي وايراتي معاي ساعات مثلا ما عندنا تليفون فحاول اني اسوي له تليفون خرب تليفون الفندق عشان اتكلم بلاش على الكويت فكنت اسوي كذي ساعات كنت اخذ فواتير هذا خطير هذا المقلب واحد من المقالب ها فساعات اني في مثلا في معسكرات ماكو حلاقين فتدي اكلم الله يرزق فتح حين بالسلامه فتح يميل ود الجاسم نعيم من يحلق لهم ومقصهم ذاك بأربعة أيوه فأنا كنت أقصص وش يقول حق الحلاق أصلاً ذاك شو يقول له كابتن عدنان تذكر أول عيدية حصلت عليها والسؤال أيضاً موجه لك استاذي أول عيدية ما أذكرها بالضبط يعني كنت صغير يعني قيمتها كم كانت فشلة لا قول إحنا نبي نستذكر هذه الذكريات كانت على يعني ما كانت تزيد عن ربع دينار إيه بس ربع دينار كابتن يعني كانت تروح فيها السينما والتعشى إيه طبعا طبعا لا الحين يسمعون ربع دينار يقولون انتم كنتوا ما اعرف ايش لا هذا جيبه يعني كان ربع دينار يوديك سينما يركبك تاكسي مثلا يوصلك اوانيت او الباص يوكلك من يعني من البقاله اذا بغيت تشتري صمونه وزيتونه وجبنه وما اعرف ايش تذكرها يعني حط الماء على الزيتون وكان ما اعرف ايش وبطل صباح ولا بطل الكندراي ولقها ولا كريمه فهذه كلها كانت موجوده بس كانت لها يعني قيمه ذاك الوقت يعني تشتري هذا الوقت تشتري البيبسي قصدي ب 50 فلس ب 20 فلس تفرق كل واحد عن الثاني الحين وين يعني كل وقت ما يستحمل طبعا هذه هي الحين لو بنتكلم عن كابتن عدنان لو بنتكلم عن لعبة السلة بذاك الوقت اختلافها الحين هي نفس المرتبة فوق لا زالت والله لا زالت موجودة يعني بما أنك أنت حاليا المدير و... لا والله لا زالت يعني هي يعني ما نبي نظلم الجيل هذا طبعا ظروف الجيل هذا تختلف عن ظروف الجيل السابق يعني ما نقدر نقول والله أيام جاسم يعقوب ما عرف ايش واللاعبين وبهمن احسن من الحين لا نظلم الجيل الحالي الجيل الحالي عنده ظروف صعبه ما كان في ذاك الوقت يعني لاعبين يخلصون اعمالهم خلال الفتره الطويله هذه اللي هي الساعه 4 للساعه 5 يخلص المعهد وما كانت موجوده هذه فكان الغداء يطيح الساعه 12:30 كابتن صح نعم يعني 12:30 واحدة متغدي وما عندك شيء الان دراسه عندهم وظروف العمل طبعا صعبه بالنسبه نعم. لهم نعم الله يجزيهم خير يعني للحين يعني الجيل الحالي قاعد يقاوم يعني وخاصة ظروف العمل الآن عمل يدور على عمل وما هو مثل السابق بسهولة أنك تحصل وظيفة فما نبي نظلم الجيل هذا الجيل هذا مظلوم أوردي يعني من الوضع زين الحين إحنا بنشوف تغرير هبة عن الكابتن جاسم بهمن والكابتن عدنان ونرجع لكم مرة ثانية اللاعب عدنان عبد اللطيف هو لاعب كرة سلة سابق بنادي القادسية الرياضي ويعتبر لاعب تاريخي بمسيرة امتدت إلى 23 عاماً من التألق بمجال كرة السلة والمجال الرياضي بشكل عام وبرز في فريق تحت 20 سنة آنذاك وكانت مباراة فريقه القادسية ضد الكويت بالنهائي هي بداية لشهرته ونجوميته ليصعد الفريق الأول ويبدع بالفريق الأول لنادي القادسية ويشارك معهم ببطولات محلية ويحققون إنجازات متنوعة بكرة السلة بهمن من مواليد 15 من فبراير عام 1958 لاعب كرة قدم كويتي سابق في مركز حراسة المرمى لعب في نادي القادسية الكويتي
وشارك مع منتخب الكويت لكرة القدم في بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 1982، وحصل معهم على كأس آسيا عام 1980، ويعتبر جاسم بهمن من أشهر معالجين الطب الشعبي بالكويت، حيث يتردد عليه الكثير من الرياضيين والمشاهير لعلاج إصابات الملاعب وغيرها من المشاكل الصحية. وما زال بهمن يمارس مهنة الطب الشعبي ويعتبرها جزءا من حياته. ستة فكري مرتي بيلعب الجول عليه، خطا بيحطم الجول، بيحطم الجول، لما اخذها جاسم بهمن كان خارج برا الجول وبيحطها لورا، حلوه ملعوبه انما. رجعنا معاكم مشاهدينا من بعد هذا التقرير المميز لضيوفنا المميزين، استذكرنا معاهم لحظات جميلة. كافي أثناء عرض هذا التقرير الرائع لقينا ابتسامة على وجوههم ذكرتهم في هذه اللحظة الجميلة. نرجع معاك أكيد كابتن جاسم، عندي لك سالفة صغيرة حلوة بتعجبك وتذكرك للحظة معينة، وفيها السادة المشاهدين أكيد راح يحاولون يعرفون منك سالفة هالقصة هذه. طبعاً. أنت صرت قدساوي بسبب بكاء خالك عدل؟ كلمني عن حبك وعشقك للقادسية ودخولك أيضاً للعبة كرة القدم. كنت أنا وشي حارس مرمى بالسكة بالفريق. حلو. إذن البداية كنت في السكة بالفريق. هنقول الفريق، هنقول الفريق. الفريق يعني مو مشاف رمل ما رمل، حتى يأخذون من الملعب الفريق لفريق يأخذوني لأن ما قولتي زين، كنت دباح ورمل. بس عند هذا الكابتن، عند هذا شلون كنت كابتن بالفريق وقبل كانوا يحطون طابوكتين وتقولون بالعرضة؟ اي حط عرضات او ما دش قبل، لا قبل العرضة قبل، ولا هاي تمرين بس مباراة، لا شبك ما شبك كل شيء. السكة فريق بسالم برمثية، فكنت 68 خالي في مباراة القادسية والعربي، فخالي في القادسية كنت صغير رحت معه. قبل مو مثل الحين توقف سيارتك بعد 6 كيلو تمشي حق النادي، قبل دخل سيارتك داخل الجول بعد حطها، فدشينا يا خالي ورا الشبك واقف، انا واقف يمه، اروح ملافي الجابر حط جول فينجر على زيدان اخر ثلث ساعة، القادسية انغلب 1-0، خالي بيتش كسر خالد سرقة تساوي. هاي 68 72 كان ذاك وقت كله بورسلي، ما بورسلي وإحنا تري شباب بالسكة وكيا وكيا ونكسر. فيا أبو مدرب اسمه علي حمية لبناني، يا أبو القادسية 72 أعتقد. فهناك كل ما قعدنا علي حمية طق 16 واحد بالسوق، اليوم علي حمية طق 20 واحد بالسوق، منو هذا اللي يطق العالم على أساس نروح؟ فرحنا، اشتركت كارتين يمكن 6 أشهر، أخذت حزام الأصفر. بعدك كنت افتر على الملعب، كيف تشوف القواجي؟ فكان القواجي اثنين، واحد العطار واحد اخو يوسف ناصر لاعب كهرباء. فيقول اللاعبين اللي معي الفريق محمد اطب عليهم شنتين اسقطهم. ذاك يوم ما دشيت كاراتيه، دشيت تمرين كان مولى عيسى وابو احمد محسن فان، فدشيت تمرين شلقطهم 3 محتيات. ثاني يوم اي براقك انا بعد حشت لا يتحقق كاراتيه ولا حقها. قعدت بالسكة، المهم بعدين سووا لي غمندة، كان عندنا إبراهيم الراشد صحفي كان بالفريق، قال أنا بكويا سوى لنا مباراة من الغاتسية، رحت أنا كل قولتيهم شو أعطوا راقك بعد ما كنت ذاك وقت وراك غير جوازك، كلمت الوالد قال له أعطى الجواز وصرت غاتساوي. صرت غاتساوي. إنزين أنا بعرف شنو قصة الخوال خالك يعني أنت وخال الكابتن عدنان بعد كان بالسباحة وراح مع عبتش العبتش راح خلاه يصير غاتساوي يروح يلعب سلة، شنو هالقصة هذه؟ أخو أنا خالي ما أثروا علي، لا أنا أمانة خوالي أثروا علي بالإعلام. لا والله أنا ما أثروا علي ذاك الزود، لكن أنا من أسرة رياضية يعني، أنا كانوا يعني خوالي كلهم منهم عبتل عبتل وعيد العبتل وهذول مؤسسين نادي العربي يعني. قول لهم كل عام وأنتم بخير. جزاك الله خير. أي والله، فكنت يعني لعبت في نادي العربي معهم يعني في نفس النادي، كانت الوالدة يعني عرباوية بحتة يعني ما فيها روح تعال، ولا ترضى العربي ولا ترضى ولا قاعد تسيها هذا تشوفه من بعيد. اي
فكانت توجهني إلى العربية أساس أني أكون مع أهلي يعني موجود هناك. بعدين بطلت من السباحة ومسافات طويلة مع الجماعة واتجهت إلى كرة السلة. قصوا علينا القادسية ورحت لهم. شنو كانوا يلقبونك ذاك الوقت؟ كانوا الله يذكره بالخير يعقوب نجم اللي طلع علي اللي هو الصخرة، الصخرة السوداء. صخرة سوداء. صخرة سوداء. ليش؟ كان في موقف في مباراة أو؟ لا هو قالها لأنه كان يعني ما شاء الله جسمي وايد قوي. تبارك الله. ومتميز يعني كان عندي يعني مربع عضلات تسوي حديد وايد. ما شاء الله. فكنت بالدفاع العربي هو الوحيد أيه. تحت الدرج كل النادي هناك ما شاء الله عليهم صدق لا جروث لا هرمون ولا شيء طبيعي. لا في ذاك الوقت كان كان كله 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 تحدي بس من يسوي ضغط وبطن واكثر يعني قبل التمرين يعني قبل التمرين وانت قلت لي اياها مساء عشان تروح بالقاري انا جايين لك على هالنقطه نقصني فيها ولا قاري بالون اي نقصني فيها مساء. فأنت يعني قبل التمرين كان تحدي تحدى بعض وبالضغط والبطن والحديد فكنا نتمرن يعني لنا احنا يعني ما نتمرن بس الفتره اللي هي رايحين فيها ساعتين ونرجع لا كنا نروح قبلها بنص ساعه بساعه تلاقينا. ليش كنت تروح تحديدا بالقاري علشان لا تتاخر؟ هيك هذه سالفتها الله يرحمه كان وياي امان بعد امان بدهم الله يرحمه لما يتخلف علينا الباص ينا الباص كنا زقارين الباص الى المنطقه وياخذ اللاعبين ويتوكل فاخذ سعود الرباح واخذ وليد العساكر في وقتها وما اقبل علينا الباص شوف من بعيد الباص مر وراح من هناك انا وامان كنا والله نسبقه بالقاري ونطلع بالقواري من كيفان أسرع ما يمكن إلى نادي القادسية وصفتنا القاري وكذا والباص ما وصل قبله أديته كيفان الفيحة والروضة والنقرة وحولي أيه وصلنا ما شاء الله تبارك قبل التمرين دشينا التمرين إيه بس قبل ما كان في نفس الحين سيايير سهالة العبور حتى شارع الملك فيصل والخط السريع ما كان كانت سهالة يعني سريع كانت سهالة على أساس إحنا ما كنا نروح من المباركية لحولي كان أول غرض فيها أنه يعني اللي بيطالعها يقولك والله يعني ما تحط أي عذر لغيابك عن التمرين صحيح يعني بأي طريقة إن كانت أنت تقدر تحاول توصل نعم. يعني ما تيأس الباص راح وخلاص مع السلامة لا نعم. هي هوايتنا الوحيدة اللي موجودة هذه. تفضلوا عصير ونطلع وياكم فاصل مشاهدينا ونرجع لكم مرة ثانية مع ضيوفنا خلكم علي العيد. اليوم أطيب
نغني احنا بسماء في القلب والترحال شرقي للهوى عيد الفرح واللمة ونغني احنا بسماء في القلب والترحال وشرقي للهوى بنعيد على باب طاحت اليوم أطيانا هلا بنعيد على باب طاحت اليوم أطيانا هلا بالعيد هلا بالعيد هلا رجعنا لكم مرة ثانية متابعينا ومشاهدين كويت سبورت بلس من تلفزيون دولة الكويت وليالي العيد وأجمل أيام العيد إن شاء الله وأيامكم كلها أعياد بإذن الله والله يألف ما بين القلوب. نرجع مرة ثانية لضيوفنا أو أحبابنا وإخواننا الكبار الكابتن جاسم بهمن والكابتن عدنان عبد اللطيف. أمانة الحوار وياكم ممتع وفي عندنا سؤالين حلوين بعد يعني بعد؟ هبة عندها سؤال لك وأبيها لازم تسأله لأن فضل. إحنا وراء في شيء لأن في عندنا تاجر كان بكيفان قبل بساحة ينبيت تيفوني والعدساني وسمكة الحلقة هذه يا فيصل قاعد نطلع أسرار ذكريات جميلة لما يكون ناس نفس الكابتن جاسم والكابتن عدنان أمانة يعني هاي ما هي مجاملة. إحنا كمذيعين نستمتع لما يكون الضيف عندك كم من هذه الأحداث والمعلومات والإنجازات وبنفس الوقت تكون روحه حلوة أنه هو يستقبل ويرسل معنا في الكلام. كابتن عدنان عندي سؤال ودي أعرف إجابته. جاسم عدنان أي واحد تبين؟ لا السؤال موجه كابتن عدنان. تفضل كابتن عدنان. أنا قاعد طالع على النادر كابتن عدنان عندنا سؤال حابين فعلا نعرف إجابته. كونك لاعب في كرة السلة وين تشوف مستوى كرة السلة في الكويت وخصوصا إن إحنا مشاركين في كأس الخليج فكلمنا عن هالنقطة هذه كونك لاعب محترف في كرة السلة. لا مو محترف هاوي. أنا صراحة أشوف إنك محترف يعني لا طبعا يعني المستوى في يقاس طبعا بالموسم السابق والموسم اللي قبله. نعم المستوى ليس بالطموح أمانة يعني وهذا رأيي المتواضع يعني ليس بالطموح ولكن ليس سيء يعني كنا طبعا احنا مرينا في مرحلة إيقاف فترة طويلة جدا ولم نشارك فيها أي لاعب في معسكرات خارجية أو مشاركات خارجية للاحتكاك وكثير من يعني نجوم اللعبة أصبحوا في أعمار يعني كبيرة خلال الفترة هذه فأصبح الناشئين والناشئين مثل ما قلنا احنا ظلموا يعني اللي دخلوا في الدرجة الأولى بفترة كان فيها إيقاف فالآن طبعا احنا في وضع من المفترض ان احنا نبني الرياضة عموما وليست كرة السلة الرياضة صحيح. عموما ان نبدأ بالطوبة الأرضية وليس في السقف يعني بالنسبة للدرجة الأولى مستوى يعني الفني ليس بالطموح. أنا أشكر طبعا كل الجهودات للكل جهود مبذولة نعم ولكن لم نصل إلى طموحنا حنا كمتابعين لم يكن هناك تطور حتى في الأداء لا في ما مو ما في لكن ما هو بالطموح ما هو يعني المستوى اللي حنا نعرفه يعني نعم. لكم خير وبركة إن شاء الله جزاك الله خير أنا واثق الكويتي ما شاء الله تبارك الله يعني مو أنا اللي أقولها يمكن مدربين عالميين قالوها الفريق الكويتي كلمتين تحفيز يدخل ينجز صحيح. أكيد
شفت شلون تشوف الرياضة بشكل عام؟ وهل القروض بيطيحونها ولا لا؟ هذه عندك سؤال مبطن هذا. أنا ما عندي سياسة أو نفهم الحكومة، لكن القروض ما راح تطيح. ما تطيح في شغلتين، شغلة الحكومة ما تقدر عليها لأن حكومة عبء على الميزانية، لا أحد يقول لي والله عندك استثمارات كلها حرامية يبقونها يعني، فهذا واحد ثاني. الشغلة الثانية احنا يعني نعم كانت مجرد دعابة بيننا وبينك، كل واحد نعم يبني الدردشة، لكن ما مستحيل نعم. احنا يعني انا اقول والله مثلا انا علي 10,000 هذا 50,000 احنا نقول ماكو مشكله طيحوا الكل، بس ما تقدر. زين كره كره القدم وين؟ نعم. طبعا احنا نقول الحين ان كره القدم انا دائما اقول يبون ريال راعي كره توصل كره كويتيه والسله. طبعا احنا ما نلعب السله، انا يا دوب اشوي القادسيه. لا ما في زين شويه اصحاب السله يجابون على السله، عندهم اتحاد وكل شيء تمام ماشي فريقهم، بس انت كقدم فريقك وين راح؟ يعني شو يعني ابسطها قبل اول مباراتنا مع حتى، فما فريقنا جيد لكنه مو ذاك الفريق اللي انت تحتاجه. ان شاء الله فيهم الخير ان شاء الله، ان شاء الله بدل الاتحاد تغير مثلا لجنه امويه مثلا يا لكن انت تبي واحد عنده عقل رياضي، عند كبير الخير والبركه، تجيب واحد يشيل التليفون يهز الموجود عشان يمشي شغلك ان شاء الله باذن الله. اذا ما عندك هذا ماك فايده. عندنا صور نعم يمكن بيفاجئونكم فيها اخوان في الكنترول، نبي نعرضها لكم وكل واحد يعلق لنا على الصوره اللي راح يشوفها صورته. هذه حق الكابتن عدنان كلنا عنها. هذه كانت في المنتخب الوطني، كنا ماخذين بطوله الخليج اذا ماني غلطان في الثمانينات، وطبعا معي انا اقول بالله اساطير في كره السله، انا لاعبين استفدت منهم الكثير وافضل مني بكثير الحقيقه، يعني هم يوسف المايد وحسين بودهوم وامان وسعود الرباح واخوي وزميلي ويعني صاحب مسيره يعني حياتي الرياضيه اللي هو فيصل. نعم. يعني ضيقت خلقي بصوره. لا بيفرح انا بيتعايد شفنا شويه تعابير على هذول اخواني، يعني هذول اخواني وزملائي يعني اخوان دنيا يعني كلهم. كابتن راح نوريك في بعد صوره بعد اعتقد حق كابتن جاسم، راح تكون في صوره على ما يجاوبوا على ما يحطونها الصوره ويعرضونها. نعم. شنو سالفه التجاره في ساحه قطع اربعه بكيفها؟ هاي ما تساعد الفرعي تفتح مطعم هاي ايه؟ وتسوي مطعم باكر، وهذه كانت الله يسلمك. طبعا انت ما سالتني سؤال من عيال كيفان وعارف السؤال. نرجع للاجابه معك، ولكن انعرضت الصوره كابتن عدنان كابتن جاسم كابتن جاسم عفوا كابتن الحارس هي ماجد. انا في البطوله او في السنه انكسر صبعي اعتقد، او كنت ما العب بالدوري، لعب بالدالي بحسين ماجد، هاي جاسم يعقوب، وهاي كان اعتقد في كان مباراه يمكن وديه شغله كذي ما اتذكرها يعني، لان مو ما كنت فيها انا، كنت مصاب الموسم هذا. هالصوره هذه كانت اعتقد في 77 او 76 77 76 اي اي هاي صوره طويله هني قبل كان اضل شيء بعد شعري. ليش شعري كان طويل؟ يدي الله يرحمها يا ها يدك له دور في شعرك؟ زين من قص شعرك انت تقص حق اللاعبين؟ خليني اقول لك انا فكنت ذاك الوقت يدي ما عنده سايق، انا كنت ماخذ اجازه 76 77 فكان ياخذ يودي خلص الشغلات ويستانس يروح حق ذيل جاسم يهمنا. المهم فذاك اليوم ابوي ما يقدر عليه يرحمه، فقال حق يدي معود شعره طويل ذبحنا في يدي، قال خل ودي ولد خالك هادي الدكتور هادي قال ودي الحلق. قلت ابغى شيل دشينا الماثيه الجمعيه، دشيت الحلاق، دشيت انا معه مسكت هذا شو اقول له اول شيء كان طاعه كان يقول لي ها اخذت بطاقتي احلق شعري. انت وصلت موضوع التجاره السريعه مو تجاره، هي كانت غش تجاره. كنت غش هذه الله يسلمك، كان يعني بوقتها شايف الشغله هذه وحبيت اسويها، كنت صغير يعني اللي هو تاخذ سطل بقت السطل مع الوالده هذه من اول هاتبوك. اي وغش فيها غش وبوق تسطل مع الوالده وحط فيه ماي وحط سكانه بنقيطه داخل بالماي وخرده ونص دينار ربع دينار خرده نثرها دار مدار استكانه
وروح بساحة الألعاب هذه اللي كنا نسميها احنا ساحة السمكة وساحة بوتوفوني اللي يصير فيها ألعاب، واقعد بالنص والله وأقول يلا اللي يكون ياخذ انت ياخذ الخرده ولا واحد يكون ما حد يكون ما يوخر شيء غشاش غشاش الغشاش ما يتوفق قاعد ما كم واحد والله قطه وحاولوا ما قدروا شفت نفسي ربحان كان يونس بيان شياطين خذوه ويطقوني ياخذون تبي احنا بنوقف صح لا صحيح احنا بنوقف فاصل هبه عندنا اغنيه ونرجع مع ضيوفنا مره ثانيه ان شاء الله مع متابعينا ومشاهدينا. رجعنا معاكم مشاهدينا أكيد من بعد هذا التقرير المميز والرائع. الأجمل إن احنا ودعنا ضيوفنا كابتن جاسم وكابتن جاسم بهمن وكابتن عدنان عبد اللطيف. دخل علينا ضيف أيضا مميز، ضيف يمتلك من الخبرة الجميلة أو نقول ممارسته في الرياضة. نرحب فيك أستاذ بدر الدوسري.
هلا فيكم. هلا اكيد والله. انا زميلي فيصل مسي عليك واقول لك عيدك مبارك. ايامكم سعيده يا رب. عيدك مبارك وعساكم العيد الفايزين. امانه يعني بس استاذنك ان احنا نقول شكرا للكابتن جاسم بهمن وشكرا للكابتن عدنان عبد اللطيف لحضورهم واعطونا من وقتهم في يوم العيد، في يوم استقطعوا جزء من وقت اسرتهم ان هم يكونوا معانا في هذا البرنامج. نعم. وكانت سعيده وايد هبه انها تسمع بعض القصص الجديده وعندها بعض الاسئله، بس تدرون البنت تستحي فهم اكبر منها فاستحت انها تسال هذه الاسئله اللي فيها التجاره والسطل. نعم. والقاري. نعم. عموما احنا نرحب فيك بطلنا واحنا فخورين فيك. انا سعيد في لقائك صراحه. ياك الله. وهم احنا اليوم اخذناك من اجوائك في العيد واسرتك. تستاهلون بعد راسي. اخذت عيديه ولا تعطي عيادي؟ لا الحين اعطيه ما ناخذ. ما دزيت لينك؟ يلا مدام مدام ما دزيت لينك؟ لا لا دزولك لينك؟ يدزون اي يدزون يدزون لينك يدزون. زين ممتاز. كم العيادي تعطيهم ولا كلهم نفس الشيء؟ والله على حسب الصغير تعطي يعني على حسب عمره، والكبير ما تقدر تقلل من العيدية بعد. على حسب عمره؟ يعني إذا كان عمره خمسة تعطيه خمسة؟ أيوة الصغار تعطيهم على خمسة. دينار برات عشان لأنه بالنهاية بيقطع. خمسة الكبار تعطيهم من عشرة وفوق. هذا كان عندنا واحد من جماعتنا الحرمة أو البنت يعطيها 50 دينار. أنا أتكلم طبعا من أيام أول الثمانينات. إحنا الشباب يعطينا 5 دنانير. تفرقة؟ قلنا تعال عمي يعني ما يصير أنت تعطي البنات 50 وفي الأصغر منه وإحنا تعطينا 5 دنانير. قال أنت شنو ديتك؟ لا تشداش ومكسر فني. صح. هذه بنية تلبس أنيقة إحجابها ولا عطر أنت ش عندك؟ فذاك الوقت كنا سوينا مقلب لبسنا بخنق فينا بس شواربنا موجودة ما عطانا العيادي. ما لا تحاولون ما راح توصلون كذا العيادي. ما نقدر. لا تحاولون. بدر دخولك في هذه الرياضة وفي الزوارق شو اللي حببك فيها وش اللي خلاك تدخل في هذه اللعبة؟ نعم. هاللعبة هذه أنا من وأنا صغير كان الوالد الله يرحمه يحب البحر يحب الحداق وكنت أطلع معاه وكنت يعني أعشق شيء اسمه بحر، بس أسمع إنه بيطلعون بحر على طول أنا أول واحد أكون وياهم. بعدين مع الأيام يعني ولما كبرت قمت أعشق الطراريد السبورت، كنت أطالع بالتلفزيون سباقات. أي فئة؟ جميع الفئات، يعني كان أي يكون في سباق حق الزوارة كنت أجاب التلفزيون أقعد وأطالع. نعم. وأنا صغير كنت أقول أخ كان زين أنا يوم من الأيام اني انا اكون متسابق. كنت تشوف مكانك بينهم من كنت صغير ان لك مكان، يعني كان حلمي وتحقق الحمد لله. ولما كبرت كانت السباقات هذه كانت كلها برا اكثر شيء، عرفت؟ وكان يبي لها ميزانيه مفتوحه، يعني يعني ميزانيتها وايد شوي مكلفه. فصارت هني صار كم سباق بالكويت قالوا لي بدر ليش ما تشارك؟ انت ما شاء الله عليك يعني قاعد عندك طراريد سبورت برا وتحب البحر وكذي، قلت يلا بجرب حظي، ما كنت ادري يعني، قلت خلينا نجرب. الحمد لله اول مشاركه لي صعدت فيها منصه الثالث. تبارك الله. بعدين حبيت اطور من نفسي. شيء مو غريب عليكم الكويتيين. بعد راسي أنا افتخر امانه. عيال ديرتنا يستاهلون. بعد راسي، فحبيت اطور من نفسي. قلت خلنا بيع الزورق اللي عندي اشتري زورق ثاني يكون مجهز خاص حق السباق، في مميزات خاصه للسباق، يصير ان الوزن اخف مثلا، قوه الماكينه تكون شوي، السرعه يكون يعني اكثر من السرعه اللي انت كنت اللي جايبها قبل، يعني التطورات انت من زورقك تسويها يبي لها تعديلات. أكيد. بعض التعديلات هذا حق يعني مع نوع القرف، الشاور اخوانك المتسابقين، عندنا هنا اخواننا المتسابقين كبار، عندك عبد اللطيف العماني ما شاء الله بطل الاكس كات، وعندك مصطفى دشتي وباقي اخواني المتسابقين ما شاء الله عليهم، يعني تروح تاخذ منهم بعض الخبره. نعم. تحتاج يعني هم انت. نعم. يعني انا اللي شجعني يوسف ربيعان ما شاء الله عليه، ما شاء بطل فورمولا. نعم.
اتجهت له أول شخص، فطلع معي تجربة، كان يقول لي راح تأخذ أول. قلت له شلون؟ كان يقول لي أنا أشوفك راح تأخذ أول. ما شاء الله. فشاركت بالسباق لما جددت الزورة مالي، الحمد لله حصلت على الأول. من 2015 ل 2019 شهر 4 اللي فات كان في اسبانيا، لا في الكويت قبل اطلع اسبانيا. صارت 3 جولات هنا عندنا بالكويت 2019 شهر 4 اول شهر 4 3 جولات حصلت عليهم كلهم الاول. لا يعني من فتره قريبه هذا الكلام، هذا يتوه اخر سباقات. نعم. سووهم شهر ابريل. نعم. نظم السباقات هذه الهيئه يعطيهم العافيه، النادي البحري ما قصروا، صنعوا السباقات هذه كلها 3 جولات. كانت جبال مارينا وكان مكان وايد حلو صراحه. نعم. ما قصر. منو اللي كانوا مشاركين من الخليج فقط ولا كانت البطوله شنو؟ الله يسلمك. دوليه ولا اقليميه؟ لا خلوها انه يشاركون بس من الكويت. حبوا انه يسوونها حق كان توها ردت السباقات في الكويت، حبوا يخلونها ان السباقات تكون حق الكويتيين المشاركين. نعم. قال صار تو عندنا عضو الزوارق السريعه علي الشمالي بطل سابقا الجيتسكي، هو مسك القوارب السريعه الحين عضو بالنادي البحري، نظم السباق هذا. نقول لك العامته بخير، عيدك مبارك. اوجه له نوجه له واقول له ايام كنا في الجيتسكي ترى انا كنت متسابق قبل. ما شاء الله هذه معلومه جديده. فلما انت قلت على طول قلت لك علي الشمالي. علي الشمالي ايام طويله يعني، هو من ايام سياكل كان سيدو كان اي صح كان بطل. أيه. وبطل عالمي ما شاء الله عليه، وصار عضو النادي البحري ومسك رئيس لجنه القوارب السريعه ورئيس الوفد مالنا اللي طلعنا تو شهر 4 اللي فات 2019. رحنا اسبانيا ملقا حصلنا الثالث، المركز الثالث على العالم. نعم. كان هو موجود ويانا الشمالي. نعم. جزاه الله خير ما قصر صراحه، شجعنا. اذا على الشمال احنا لازم نستضيفه عندنا في حلقه ضروري ونسمع صراحة منه اكثر. أوه. ونبارك لك هم مره ثانيه، واحنا فخورين فيك. الاستديو فوق يشيدون ويقولون حصلت على الثالث، المركز الثالث في اسبانيا، واحنا فخورين فيك صراحه. إيه ابي الطموح اللي جاي شنو؟ ونس لي عشان هذا عشان نكون وياك. عندي سفره، عندنا سفره تاريخ 11/9 راح نجهز حق بطوله اوروبا السباق 21/22، راح نكون ان شاء الله باذن الله جاهزين. هي بطوله اوروبا بس احنا نبي تدري الكويتيين يحبون يدخلون نفسهم كل مكان. ما شاء الله. اصرار، هذه اصرار وعزيمه. اي فاحنا قلنا نبي نطور من نفسنا، نبي ندش وياهم هناك. الله يسلمك. المايه تختلف عن مايتك هنا. صح صحيح. اوروبا والبحر غير، البحر الخليج غير عن المحيط. نعم. يختلف. نعم. كثر مشاركاتك في هذه الاجواء الاوروبيه، شوف يعني انت شارك كذا دوله عندهم راح والاحتكاك بالمتسابقين وكذا، يعني تعود على مايتها. نبي منك بما ان عيد والمتابعين معانا، توعد الكويتيين ان شاء الله باذن الله بعزيمه ترفع توقف على المنصه، ترفع يعني علم الكويت. لا انا ابي هو راح يرفع علم الكويت، انا ابي على المنصه يكون الاول ان شاء الله باذن الله. ما هي كثير عليك يعني، هي ان شاء الله ما هي كثير عليك. هي بقول لك ان شاء الله. أنا عن نفسي لما أنا أسافر أروح حق المكان هذا، أني أنا أبي أتسابق مع الأوروبيين، وإحنا ترى فئتنا الوحيدين الكويتيين والعربيين اللي مشاركين في هذه الفئة بروحنا، ماكو أحد ويانا. صدقني أنا يوم أقعد بالطراد وأسوق أشوف الكويت كلها، أشوف الكويت، أعلم الكويت قدامي وأهل الكويت. عسى الله يحفظك. وإحنا أمانة يعني معاك هالخمس دقائق انا بالنسبه لي هي الساعه هذه. نعم. ما قصرت. نتمنى ان نشوفك ان شاء الله في اهل المراتب، يا رب نشوفك ان شاء الله في المركز الاول يا رب. ونبي منك وعد ان احنا نكون متواصلين وياك، وراح يكون وياك القناه الثالثه، راح يرسلون معك ناس وراح يتابعون الامور كل التغطيه ان شاء الله باذن الله. احنا بالعكس نتمنى هالشيء هذا، وانا حاب اشكركم انتم واشكر صراحه على دعم بيت التمويل، ما قصر ويانا بعد ساعدنا في سبونسره، وأشكر الهيئة
شباب رياض الدكتور حمود فليطح، واشكر رئيس النادي البحري فهد الفهد، وامين السر الفوديري ما قصر، الله يعطيك العافيه، والعضو لجنه الزوارق السريعه على الشمال. وانتم مشكور جميل جمعنا معك في هذه الدقائق، انا وزميلي فيصل رشيد استمتعنا معك، بالتوفيق. خلاص يعطيكم العافيه متابعينا ومشاهدينا، الوقت قاعد يقولوا لي بس عشان الوقت، لكن انا راح اكمل وياه ان شاء الله في برامج التواصل، ونشوفكم ان شاء الله باكر في ليالي العيد كويت سبورت. حفظ الله ورعايته، نلتقي غدا باذن الله، مع الف سلامه.